السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الحادي عشر علمي وتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات من الوحدة الثامنة، الدرس الأول مبدأ العد الأساسي، الجزء الرابع. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على متطابقات المضروب الأساسية، وأيضا تبسيط مقادير تتضمن مضروب العدد. تعلمنا في الدرس السابق مضروب العدد. إذا كان n عددا صحيحا موجبا، ماذا يمثل n factorial؟ هل تذكرون كيف نوجد مضروب العدد n؟ أحسنتم. n factorial equals n times n minus 1 times n minus 2 times إلى أن نصل إلى times 1، حيث نبدأ بالعدد n ونقوم بضربه ب n minus 1 و n minus 2 إلى أن نصل إلى 1. فمثلا أوجد قيمة المقدار 4 factorial، ما رأيكم؟ ما قيمة 4 factorial؟ صحيح، 4 times 3 times 2 times 1، حيث بدأنا بالعدد 4 ثم بالضرب تنازليا إلى أن نصل إلى 1 ونحصل على الناتج 24. وما مضروب العدد 5 factorial؟ أحسنتم، 5 times 4 times 3 times 2 times 1، وبالحساب نحصل على 120. لو نظرتم الآن إلى مضروب العدد 4 ومضروب العدد 5، ماذا تلاحظون؟ أحسنتم، نلاحظ أن مضروب العدد 4 هو 4 times 3 times 2 times 1، وأيضا مضروب العدد 5 يتضمن 4 times 3 times 2 times 1. ماذا يمكن أن نستنتج من هذا؟ صحيح، يمكن كتابة 5 factorials بالشكل 5 times 4 factorial، لأن 4 factorial هي عبارة عن 4 times 3 times 2 times 1، وبالتالي مضروب أي عدد هو عبارة عن نفس العدد مضروب بمضروب العدد الذي يسبقه. والآن أعزائي، هل تستطيعون بنفس الأسلوب أن تجدوا 7 factorial؟ أحسنتم، 7 times 6 factorial، حيث نأخذ نفس العدد ونضربه بمضروب العدد الذي يسبقه. وما رأيكم؟ ما مضروب العدد 10؟ 10 factorial. أحسنتم، 10 times 9 factorial، ولكن يمكننا كتابته بالشكل 10 times 9 times 8 factorials أيضا، ويمكن أيضا أن نكتب 8 factorial بالشكل 8 times 7 factorial وهكذا. ويمكن من هذا أن نستنتج متطابقات المضروب الأساسية. ومثلا ما ناتج فك أول مقدارين من مضروب العدد n، أي n factorial؟ نعم، هو العدد نفسه n مضروبا ب n minus 1 factorial. وماذا عن العدد n plus 1 factorial؟ أحسنتم، نبدأ بنفس العدد n plus 1 مضروبا بالعدد الذي يسبقه، أي n plus 1 minus 1، وبالتالي n factorial. فنستنتج لأي عدد صحيح n greater than or equals 1، فإن n factorial equals n times n minus 1 factorial. وأيضا لأي عدد صحيح n greater than or equals 0، n plus 1 factorial equals n plus 1 times n factorial. ولنأخذ الآن أعزائي الطلاب سؤالا للتفكر. لو سألتكم ما الفارق بين 2n factorial و 2 times n factorial؟ ربما يعتقد بعضكم أن هذين المقدارين متساويان. لنرى ذلك. لنبدأ بالمقدار الأول 2n factorial. ما رأيكم؟ ما ناتج مضروب العدد 2n؟
أحسنتم. نبدأ أولا بنفس العدد وهو 2n، ثم نضربه بنفس العدد مطروحا منه 1، أي times 2n minus 1، وأيضا نضرب هذا العدد بنفس العدد مطروحا منه 1 أيضا، أي times 2n minus 2، وهكذا نكمل بنفس الأسلوب حتى نصل إلى times 1. هل بالإمكان الآن تبسيط هذا المقدار؟ لاحظوا معي الآن المقادير التالية: 2n minus 2، 2n minus 4، 2n minus 6 إلى آخره. ماذا تلاحظون؟ نعم، هذه المقادير كلها تقبل القسمة على 2، وبالتالي بإخراج 2 كعامل مشترك نحصل على المقدار الأول 2 times n minus 1، المقدار الثاني 2 times n minus 2، وأيضا في المقدار الثالث 2 times n minus 3، وهكذا لبقية المقادير إلى أن نصل إلى times 1. أي يمكن أن نكتب 2n factorial بالشكل 2n times 2n minus 1 times 2 times n minus 1 times 2n minus 3 إلى آخر هذا المضروب إلى أن نصل إلى times 1. ماذا يمكن أن نلاحظ الآن؟ لاحظوا معي العدد 2 مضروب داخل هذا المقدار أكثر من مرة. قد يعتقد أحدكم أنه يمكن أن نخرج 2 عاملا مشتركا، ولكن لا يمكن ذلك لأن العملية بين كل هذه المقادير هي عملية الضرب، حيث يمكن أن نخرج عاملا مشترك بين الحدود الجبرية إذا كان يفصل بينها بلس أو ماينس. ولكن 2 times 2 times 2 أكثر من مرة يمكن أن نكتبها بالشكل 2 to the power of n، هذا يعني أن 2 مضروبة بنفسها n مرة، ونكمل بقية المقدار. وأخيرا نستطيع أن نكتب 2n factorial بالشكل 2 to the power of n times 2n minus 1 times 2n minus 3 إلى أن نصل إلى times 1، وكل هذا مضروب ب n times n minus 1 times n minus 2 إلى أن نصل إلى times 1. فقد قمنا هنا بترتيب المقدار السابق. لنأخذ الآن المقدار الثاني 2 times n factorial. ما مضروب n factorial؟ نعم، 2 times n times n minus 1 times n minus 2 إلى أن نصل إلى times 1. ولو قمنا بتقسيم كلا الطرفين على 2 نحصل على n factorial equal n times n minus 1 times n minus 2 إلى أن نصل إلى times 1. ماذا تلاحظون الآن؟ لاحظوا معي أنه في المقدار الأول حصلنا على n times n minus 1 times n minus 2 إلى times 1، وهذا يكافئ n factorial، وبالتالي نستطيع أن نعوض قيمة هذا المقدار بn factorial، فنحصل على 2n factorial equals نفس هذا المقدار 2 to the power of n times 2n minus 1 times 2n minus 3 إلى أن نصل إلى times 1 مضروبا بn factorial. لو ضربنا الآن ب 2 over 2 على ماذا نحصل؟ لاحظوا معي 2 to the power of n وهنا 2، وبتقسيم 2 to the power of n على 2 نحصل على 2 to the power of n minus 1، وبالتالي نكتب 2n factorial equals 2 to the power of n minus 1 times 2n minus 1 times 2n minus 3 إلى أن نصل إلى times 1 مضروبا ب 2 times n factorial. وبهذا نكون قد كتبنا المقدار 2n factorial بدلالة 2 times n factorial. لنأخذ الآن المثال الخامس صفحة 159. بسط ما يلي: أولا 100 factorial over 98 factorial، وثانيا n plus 1 factorial over n minus 1 factorial. الحل: لنبدأ أولا بالجزء A، ونتذكر معا مسابقات المضروب الأساسية التي تعرفنا عليها في بداية الدرس. إذا كان n عددا صحيحا greater than or equals 1 ف
فإن n factorial equals n times n minus 1 factorial. ولأي عدد صحيح n greater than or equals 0 فإن n plus 1 factorial equals n plus 1 times n factorial. سنستعمل هذه المتطابقات لتبسيط هذا المقدار. لدينا 100 factorial divided by 98 factorial. وللتبسيط نبدأ بالمقدار الأكبر وهو 100 factorial. كم يساوي مضروب العدد 100؟ أحسنتم، باستعمال هذه المتطابقة نجد أن 100 factorial equals 100 times 100 minus 1 factorial over 98 factorial. وبالتالي نكتبها بالشكل 100 times 99 factorial over 98 factorial. وما مضروب العدد 99؟ أحسنتم، لاحظوا أننا نستطيع كتابة هذا المضروب باستخدام نفس المتطابقة. وبالتالي 100 times 99 times 99 minus 1 factorial over 98 factorial. أي يمكن كتابتها بالشكل 100 times 99 times 98 factorial over 98 factorial. والآن ماذا تلاحظون؟ أحسنتم، لدينا في البسط 98 factorial وفي المقام أيضا 98 factorial. وبالتبسيط نحصل على 100 times 99 أي 9900، وهي تمثل قيمة المقدار 100 factorial over 98 factorial بعد التبسيط. ولننتقل لجزء B. لدينا n plus 1 factorial over n minus 1 factorial. ولتبسيط هذا المقدار كما قلنا نبدأ بالمقدار الأكبر وهو n plus 1 factorial. كيف نوجد مضروب العدد n plus 1؟ أحسنتم، باستخدام هذه المتطابقة n plus 1 factorial equals n plus 1 times n factorial. وبالتعويض n plus 1 times n factorial over n minus 1 factorial. وأيضا نستطيع إيجاد n factorial باستخدام المتطابقة الأولى، فنحصل على n plus 1 times n times n minus 1 factorial over n minus 1 factorial. وأيضا بالتبسيط نحصل على n times n plus 1. ويمكن التبسيط أكثر بفك الأقواس، فنحصل على n squared plus n، وهي قيمة المقدار n plus 1 factorial over n minus 1 factorial بعد التبسيط. حاول أن تحل التمرين 24 صفحة 161. بسط المقدار التالي n plus 2 factorial over n factorial. والآن عزيزي الطالب أوقف الفيديو ثم حاول حل التمرين. والآن قيم حلك من خلال تتبع خطوات الحل كما ستعرض أمامك. الحل: لدينا المقدار n plus 2 factorial over n factorial. ماذا نفعل لتبسيط هذا المقدار؟ أحسنتم، كما فعلنا في المثال نبدأ بالمقدار الأكبر وهو n plus 2 factorial. ولتبسيط هذا المقدار نستعمل متطابقات المضروب الأساسية، فنوجد مضروب n plus 2 factorial إلى أن نصل إلى n factorial. فعلى ماذا نحصل؟ أحسنتم، n plus 2 times n plus 1 times n factorial over n factorial. ماذا نفعل الآن؟ صحيح، بالتبسيط نحصل على n plus 2 times n plus 1. يمكن تبسيطه أكثر بفك الأقواس كما يلي: n squared plus n وأيضا plus 2n plus 2. وبجمع الحدود المتشابهة نحصل على n squared plus 3n plus 2، وهي قيمة المقدار n plus 2 factorial over n factorial بعد التبسيط. إلى هنا أعزائنا الطلاب نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم. نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.